السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل أحسن الله إليك: ما حكم ما يسمى بالحمامات المغربية، وهي التي تقام في المشاغل النسائية أو في المستشفيات، بعض المستشفيات؟ تقول تكون المرأة لوحدها في الغرفة ومعها فقط عاملتين، بحيث يقومن بفرك جسمها، مع العلم أن كل الجسم يظهر ما عدا منطقة الصدر والعورة المغلظة، فإنها تكون مغطاة. الحمد لله، أعوذ بالله من ذلك، ثم أعوذ بالله من ذلك، ثم أعوذ بالله من ذلك. هذا أمر محرم لا يجوز، لا في صدر ولا ورد، هذا لا يجوز مطلقا، لما فيه من إلقاء الثياب وخلع الملابس وإبداء العورات لمن لا يجوز له رؤيتها من النساء، ولما فيه من إبداء الأفخاذ والساق والصدر والظهر أمام امرأة أخرى، هذا كله لا يجوز، هذا محرم للمرأة على المرأة. وما كنت أظن أن مثل هذا السؤال سيلقى، لأنه لا يمكن أبدا أن يرضى عاقل أو عاقلة لنفسها بمثل ذلك. وفي سنن أبي داود بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة خلعت ثيابها في غير بيت زوجها فعليها كذا وكذا، أي وعيد شديد. فلا حاجة إلى هذه المشاغل النسائية ولا إلى تلك المراكز الطبية التي تقوم على هذا التجرد من الثياب بهذه الصورة الخبيثة القذرة التي لا يرضى بها إلا الشيطان والأبالسة وأهل الفسق والفجور والشهوات. هذا لا يجوز مطلقا، لا ينبغي للمرأة أن تفعل ذلك بنفسها، ولا أن تتجرد من حيائها، ولا أن تلقي الجلباب سترها ولو أمام أخواتها النساء المسلمات إذا كان بهذه الصورة المشينة القبيحة القذرة المستهجنة التي تأباها العقول السليمة والفطر المستقيمة التي لم تتلوث بعفن حضارة الغرب بل قذارة الغرب. يجب المحافظة على الأعراض ولا ينبغي امتهانها بمثل هذه الصورة. وفي البيت كفاية وغنية في حماماته، ولو استأجر الرجل لزوجته أو المرأة استأجرت شيئا من هذه الحمامات المسمات بالمغربية في بيتها في حمام غرفتها وفعلت ذلك بنفسها لجاز ذلك ولا حرج. فالتحريم ليس على ذات الحمام ولا ذات البخار، وإنما على هذه الصورة المستأجرة من تجرد المرأة